موعودة، شاءت الأقدار أن تكون ساعة الفصل في الليلة الكبرى ليلة 23 يوليو، واجتمع بعض أبناء مصر وهبوا أرواحهم لله والوطن، ولم يخافوا شيئا ولم يرهبوا أحدا، فأخاف الله منهم كل شيء. فأعطيت التعليمات، فوضع كل رأسه على كفه وأسرع يؤدي ما عليه من واجب مقدس. فبدت في جانب من جوانب القاهرة حركة، حركة ضخمة رهيبة تهز الأرض هزا. كانت ملائكة السماوات تحرس هذه القومة وهي تنظر إلى الأرض مشفقة على هؤلاء الذين حرصوا على الموت فوهبت لهم الحياة، الذين باعوا لأوطانهم ومواطنيهم أرواحهم وأولادهم وأموالهم. تقدمت القوات تزحف باسم الحرية وباسم الشعب الظمآن إلى الحياة الحرة الكريمة، وبدأ نور الصباح للناس، ورأوا شعاعا جديدا، وسمعوا دويا قويا، وأحسوا بدم جديد عند عابدين ورأس التين يحرس القصور من فورة الشعب المكبوب أو من تآمر المتآمرين. بعدما نجحت حركة الضباط يوم 23 يوليو سنة 1952 وتكون مجلس قيادة الثورة برئاسة اللواء محمد نجيب، أصبح هو وكيلا للمجلس. من قام بوضع مبادئ الثورة؟ يعني في حديثته مثلا قالت أنها صاحبة الفكر، وفي آخرون. ده مظبوط. اللي أنا عايز أقوله أن الوضع مبادئ الثورة الستة هي مجموعة سلاحة الفرسان. سلاح الفرسان، هذه المجموعة كانت مجتمعة في منزل عثمان فوزي الصاغ، عثمان فوزي، وتحدثنا معا في كثير من الأمور، وكانت في جلسة من الجلسات، فقلنا ماذا نحن فاعلون بعد نجاح الثورة، وحاولنا أن نضع بعض الأفكار وبعض المبادئ لكي تربط ما بين الثورة قبل قيامها وبعد قيامها بمبادئ معينة تلتزم بها القيادات اللي هتقوم بهذا العمل بعد كده. مجموعة حددته أصدرت منشور باسم الضباط الأحرار، يعني انتحلت صفة الضباط الأحرار وحطته تحت بند أهداف الضباط الأحرار. وإذا نظرنا إلى هذا المنشور، وهو موجود عندك هنا، نظرنا إلى هذا المنشور نجد أنه يحتوي على الآتي: ما هو الاستعمار؟ ما معنى الاستعمار؟ لماذا نحارب الاستعمار؟ كيف نحارب الاستعمار؟ ثم إنشاء جيش قوي. هذا المنشور هو تحدث عن هذه النقاط فقط، في حين أن مبادئ الستة التي وضعناها فيه بأسلوب خفيف جدا، في كلمات مختصرة وصريحة، وهي كانت القضاء على الاستعمار، القضاء على الإقطاع، القضاء على احتكار رأس المال وسيطرته على الحكم، إقامة حياة عادلة، إقامة جيش قوي، إقامة حياة نيابية سليمة. هذه المبادئ كلها كانت من وضع الضباط الثلاثة جمال منصور ومصطفى نصير وعبد الحميد كفافي في منزل الصاغ عثمان فوزي. وهذه المبادئ لم يكن لنا أي تخطيط لنشرها قبل الثورة، وإلا أعلننا عن نوايا هذه الثورة، ولذلك أرجعت إلى ما بعد الثورة، وأول طلب طلبناه من القيادة الجديدة إنها تقوم بنشر هذه المبادئ. وبعدما وضحت الرؤية وأبعد الرئيس نجيب، أمسك عبد الناصر بزمام الأمور ومقاليد الحكم، كما بدأ يبتعد عنه غالبية زملائه من أعضاء مجلس قيادة الثورة تدريجيا. خدت أجازة أو أعطوني أجازة في شهر يونيو سنة 53، دوني أجازة مفتوحة إن أنا أروح سفير أو ملحق عسكري في أي حتة، وبعدين بعد 6 أشهر أرجع تاني تكون هديوا الضباط، لأن في هذه الأثناء في يناير قبضوا على الضباط بتوع المدفعية اللي كانوا مسلطينهم إنهم يعملوا دعاية ضدي. شوف بقى الشغل الغير شريف، إنهم يقولوا للضباط حاجة، يهيجوهم إنهم يعملوا حاجة،
وبعدين لما يقولوا يعني يتفقوا يبتدوا يتجمعوا بتاع فيروحوا قابضين عليهم واتهموهم بالمؤامرة وحكموا عليهم أحكام ما بين مؤبد 15 سنة مش عارف إيه ودخلوا قال لك فرصة ندخل رشاد مهنا بالمرة ويانا فخدوا الضباط دول وخدوا رشاد مهنا كمان على اعتبار إن هو متآمر وياه. يقال يا فندم إنه الرئيس عبد الناصر كان بيبعد تدريجيا كل من حوله للتخلص منهم واحدا بعد الآخر، هل في هذا القول ظلم؟ لا ما فيش ظلم، بل بالعكس هو كان بيدبر كويس قوي. وقع اتفاقية الجلاء سنة 1954 وخرج الإنجليز من مصر بعد احتلال دام أكثر من 70 عاما. يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فاجر الرجاء، يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فاجر الرجاء. وزادت شعبيته كثيرا في مصر بعدها وتضاعفت بعد محاولة اغتياله في الإسكندرية. حفل الساهر كوكب الشرق أم كلثوم. ثم قام بعد أن رفض البنك الدولي تمويل السد العالي بتأميم قناة السويس. تسمحوا لي بكلمة؟ الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد. حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية؟ هي حكاية حرب وطاق بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطاق بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوا في بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده، والمشانق للي رايح واللي جاي، ولما احرمنا اللي راح وفضل شوي، والمشانق للي رايح واللي جاي، ولما احرمنا اللي راح وفضل شوي. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا
بنرج رحمة يكتبوا دم الضحايا والضحايا. وانتصر عبد الناصر سياسيا بانسحاب كل من انجلترا وفرنسا واسرائيل بعد العدوان الثلاثي. حرب 56 كانت نقطة تحول بالنسبة لشخصية جمال عبد الناصر. 56 طبعا كان ثلاث دول تهاجمنا، منهم دولتين عظمتين انجلترا وفرنسا، وبعدين لم تستسلم إرادتنا لهم لهذا الاعتداء، وصمدنا وقاومنا وحققنا الهدف بتاعنا. فكان ده نصر سياسي كبير جدا، أصلاً مش معقول كمان ان احنا كنا ننتصر عسكريا. فدي ادى الشخصية لجمال عبد الناصر عربية ودولية. من هنا بقى بدأت شخصيته تتغير نتيجة الشعبية اللي أخدها، بدأ يحاول ينفرد بالسلطة بقى يعني، وتمكن من هذا. وفي سنة 1956 انتخب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، وتحددت معالم الزعيم من بعدها. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. كلها قسما عظيما وراء قائدها منذ 5 سنوات أن تحقق ثورتها 6 كاملة من أجل الأرض المقدسة التي نعيش عليها، وفي سبيل الأجيال القادمة من أبناء النيل. وعد علينا حق، وعهد على يد الثورة المصرية تحقق، حتى أصبح لمصر جيش وطني قوي يفرض السلام ويحمي الأرض والماء والسماء التي وهبها الله لشعب مصر، الشعب الوفي الذي يهفو إلى اليوم 23 من يوليو لكي يرقب في كل شبر من أرض العاصمة استعراض القوات المسلحة أمام منصة القائد الأعلى والقائد العام. تمضي طوابير العرض، اشتركت الكليات العسكرية في يوم العرض الكبير من الكلية الحربية ومن الكلية البحرية. ومن كلية الطيران. ومر شباب الحرس الوطني والفدائيين، أولئك الذين تعرفهم إسرائيل حق المعرفة، هم يحيلون أحلام المعتدين إلى هلع وذعر ودمار. ويعرف جنود العدوان البريطاني الفرنسي معرفة أكيدة أبطال فرقة الصاعقة الذين أذاقوهم الويل والهول في بورسعيد خلال حرب الاستقلال. واشترك بعض جنود المظلات الأمجاد في العرض العسكري الكبير، تبعتهم وحدات للبوليس الحربي القوة الفعالة التي تعمل في الحرب والسلم على حد سواء. ولاحت طوابير بعض القوات الميكانيكية
المصفحة والمدرعة، المدافعة والضاربة، قوات تزداد يوما بعد يوم، شهدها أبناء مصر والعروبة في الذكرى 5 للثورة المجيدة، كما رآها مرأى العين الملحقون والأجانب وأعضاء البعثات الذين جاءوا من كل أنحاء الدنيا، يتذكرون معها اليوم ما كانت تزعمه دول العدوان الثلاثي زورا وبهتانا أنها نالت من جيش مصر ومن قوته. تشهد هذه الطوابير لبعض الوحدات العسكرية أن جيش مصر الثورة أقوى اليوم بعد المعركة منه قبل العدوان الثلاثي الخاسر. كان جمال عبد الناصر طويل القامة، أسمر اللون، ذا أنف كبير، يفضل ارتداء القمصان عن البدل في الصيف، أما البدلة فمعها دائما كرافتة أرجنس ومنديل في جيبه على شكل هرم، وكان يدخن بشراهة السجائر الأمريكية. صوته خفيض رقيق، لكن عندما ينفعل يتحول إلى زئير أسد، وعندما يروق له الحديث تتصاعد ضحكاته ويخبط بيديه على ساقه، وفي البداية والنهاية كان صعيديا أصيلا. الله يرحمه رئيس جمال، راجل صعيدي متمسك بتقاليد معينة ما حدش عنها خالص، وعارف ان الست مكانها البيت. صحيح هو اول من عمل وزيرة سيدة، وكان باستمرار يحرص على تعليم البنات ولازم يشغلوهم وإلى آخره، لأن ده فيه حماية ليهم. إنما كان تقاليده الصعيدية إن هو الست بتاعته ملهاش دعوة، مفيش إلا ما ابتدتش تظهر لما كان إلا لما جه تيتو وكان الست بتاعته معه، وكان هيردوا له زيارة فابتدت هي عشان تيجي معاه في المطار وتقابلها وهكذا. مثلا احد المرات واحنا في اليونان فجه في البروتوكول قالوا ان الرئيس ياخد الملكة وينزل في ايده وينزله، والملك ياخد هرم الرئيس، وهو رفض الكلام ده رفضا باتا، وقالوا لهم الكلام ده مشيش على خطينا احنا ابدا، كل واحد ياخد مراته في ايده وينزل بيها العشاء. ثانيا ما كانش يسمح لها تتدخل في شغله على الاطلاق اطلاقا، مسؤوليتها هي البيت واولادها. بس يعني بالعكس، ده هي مره اشتكت مني انا، لان كان في بنش من كان زمان بيجيبوا 2 جنيه وجتين اللي اولادي يذاكروا عليه، وفي بتاع ده كده الكور الحمراء والخضراء يعدوا عليه، كان يتكسر واحد من السفرجيه قال لها عاوز قالت خده، شيء طبيعي. وبعدين جه السفرجي جه الولد خارج بيه، فبتاع الامن قالوا له لا انت، قال لهم ده ست قالت لي خده. فقام قال له انت قلت سيدنا محمد عنده خبر؟ قال لهم لا ما يخرج. فهي كلمه قلت لها ده عهده، فدخلت بقى تصرخ له وبتاع، كنت انا روحت. فهو الله يرحمه كلمني قال معروف تعالى لي، قال لي لا انا مش فاضي للكلام ده، الصرف انت منها، مش عاوز الكلام ده، ما تجيبليش وجع دماغ. فهي كانت قاصره في نشاطها على اولادها وبيتها بس، وقلق عليه هو باستمرار. السيده تحيه رحمه الله عليها كانت بتناديه وتقول له ايه؟ يا ريس. مش باسمه العادي. لا يا ريس، قدامنا كلنا ما نعرفش بينا لكن هي كانت بتقول يا ريس باستمرار. كان بيشوف الاولاد في وقت الغداء بس، اولاده ما كانش بيشوفهم الا وقت الغداء، يسهر طول الليل وبعدين يقوم الصبح متاخر، يكون هم طلعوا المدارس الساعه 3 4 يرجعوا يتغدوا معاه او يحضروا وقت الغداء معاه، وبعد كده مش هيشوفهم لان هو بيسهر بالليل هم بيناموا وهكذا. هل كان الرئيس بيتابع دراستك ودراسه اخواتك؟ طبعا مش متابعة عن قرب، والدتي هي اللي كانت بتقوم بهذه المهمة، انما هو كان بيمدلنا شهاداتنا باستمرار. مش بس كده، وكان بيحضر حفلات المدارس اللي كانت بتتعمل، انا ليا صور في حفلات المدارس، ف
فدي برضه انا كنت بشوف انها دلوقتي لما كبرت، وانا صغيره كنت شايفاها عادي، ان دلوقتي لما كبرت حقيقه بستغرب، خاصه حينما اتعملت حفله لبنتي في مدرستها، وبعدين لقيت زوجي حاتم يقول لي انا مش حاجي انا مش فاضي. فبصيت له كده قلت له لا ما تقوليش مش فاضي. ده كان والدي بيحضر حفله مدرستي، ما تقوليش انك مش فاضي. يعني هو كان مشغول طبعا اكتر منك بكتير. ف ازاي كان بيستحمل، والتمثيليات اللي كنا بنعملها، والمعارض مثلا كنا نعمل معارض الاشغال اليدويه والى اخره، كل كان بيحضر كل ده ويتفرج عليه. مش عارفه. انا شخصيا مش عارفه. في اوقات فراغه القليله كان قريب منكم وضروري لك ذكريات معاهم. طبعا كان اولا باستمرار كنا بناكل سوا معظم الوقت. بالليل ممكن يبقى في وقت نقعد معاه ما بين زيارات او الى اخره. كنا بنشاهد السينما سوا. يوم الجمعه كان يحرص انه يقضي معانا وقت. يعني هقول لك، هو وقته الفاضي قليل، ولكن وقته الفاضي تقريبا بالكامل كان بيبقى معانا. والدتك كانت بتشوفه قدكم ولا اقل منكم؟ اكتر مننا طبعا. اكتر مننا، انها كانت عايشه معاه يعني. هل كانت بتطبخ بتتولى شؤون البيت ولا بتشرف عليه وفي من يخدم؟ لا، والدتي كانت بتشرف، بس والدتي كانت بتطبخ كويس. كانت احيانا تعمل صنف، بعدين والدي كان قليل قوي ما ياكل بيض. كان يوم ما ياكل بيض هي اللي لازم تعمله له، ليها طريقه معينه تعمله له بيها. فكان طبعا كل بيض بيبقى له حاجات خاصه بيه. علاقته بيكي انت شخصيا كانت تتميز عن علاقته باخواتك ولا كان نفس الدرجه؟ هو والدي عمره ما فرق بينا، يعني كان كل واحد فينا كان ليه علاقه بيه خاصه. فما اقدرش اقول انها كانت تتميز يعني. هو كان راجل مربي وراجل هائل جدا وموزون، وما شفتوش شغط في ابنه ابدا، لكن كان بيقول له الحاجه الصح يعملها. كان عنده وقت لاولاده؟ ما كانش عنده وقت، لا. وبس لا، اولاده كانوا يعني ينتهزوا الفرصه انه ننزلهم، لان حتى لما كان بيجي البيت كان في رعب منهم، يعني كان في رعب في شخصيته، ما كانوش كانوا بيهربوا منه، عشان هو بيناديهم لانه هو بيحبهم قوي. هو كان يحب ان اولاده يكونوا منضبطين وما يبقاش عندهم الإحساس إنهم ولاد رئيس الجمهورية، بيبقى عندهم إحساس نوع من التعالي. ده كان حريص عليه جدا. متهيألي إن حياتك شفتهم وعشرتهم وربيتهم أكتر من الرئيس نفسه. وهم أطفال. غرفة نوم الرئيس عبد الناصر كانت شكلها إيه؟ غرفة عادية. سرير كبير، سرير صغير، بينام لوحده؟ لأ، بيبقى أوضة مشتركة بينه وبين زوجته؟ لا، هو كان بينام لوحده، وفي أوضة تانية لزوجته، والسرير برضه كان سرير بتاع اتنين يعني، مش بتاع واحد، ولكن يعني كان كلها فرش طبيعي يعني. كان بينام بدري ويصحى بدري ولا العكس؟ شوف يا سيدي، اللي كان بيطلع ساعات الساعة 12 11 الليل المكتب وننصرف احنا. فبقول له يا فندم احنا عاوزين، لما عملت له كرة التنس احنا عاوزين تنام بدري. بصير وضحك، قال لي يعني ايه انام بدري؟ قلت له يعني ما تطلعش الساعة 12 البيت الدور الثاني. قال انت فاكر ان انا بطلع الساعة 12 ده بالظبط بنام؟ انا بنامش قبل الساعة 4 3 4 الصبح، بقرا كل الجرايد، وبقرا الحاجات اللي بتجي لنا من المباحث، وبقرا يعني. وقال لي ما كنتش اعمل كده، مش هتمشي. هو عادة كان بيصحى بدري، وبعدين بيقعد في السرير يشوف الجرايد كلها. وبمناسبة الجرايد، طبعا الصحف كانت متابعة الجرايد، كان بيقول لك لا اشتري لي كمان النسخة من الطبعات اللي في السوق من الناس اللي انا كنت بشتري منهم وانا في كوبري القبة وعند شارع الملك او حاجة زي دي. فبيجيب
بيقراها اذا كان له ملاحظات حتى على الاعلانات بيقول لنا عليها عشان نبلغها مع الناس المسؤولين. وبعدين بينزل اذا كان عنده مقابلات بيعمل المقابلات. خلص المقابلات بيخش مكتبه يقعد يشتغل فيه الاثنين ونص ثلاثه ثلاثه وشويه ويطلع. اذا كان بياكل لقمه اذا كان هيستريح او ما يستريحش بينزل يتمشى في الجنينه. او زمان قبل ما يعيا كان بينزل يلعب تنس وبعدين يستني في شغله اذا كان في مقابلات ثم المكتب لحد 10 10 ونص 11 وبعدين يطلع فوق يتعشى وبعدين يقعد يشوف له يقرا له ربع كتاب نص كتاب بعد ما يخلص الجرايد والكلام ده. وبعدين يقعد يشوف محطات اذاعه العالم كلها عماله تقول ايه. وبعدين Thank you.
هل كان من صفاته العند؟ لا، أصل والدي كان دايماً يتناقش في أي شيء قبل ما يعمله، فالعند من باب العند دي ما كانتش صفته. هل عبد الناصر كان عصبي المزاج ولا بالعكس هادئ؟ إطلاقاً عبد الناصر كان هادئ جداً، وكان إنسان، وكان مؤدب جداً، بل بالعكس كان خجول. يعني من الحاجة الغريبة إن في ناس كانت تقول إحنا ما بنقدرش نبص في عينينا على عبد الناصر، إنما عبد الناصر في الوقت نفسه كان في غاية من الأدب وكان خجول، يعني ما تقعد تكلمه وبتاع مستمع جيد جدا ويستوعب الكلام، وإذا كنت الإنسان عصبي قدامه هو ما بيكونش عصبي وبيكون هادي كده، وبعدين يقول لك يا طارق الكلام اللي أنت قلته لي ده روح بقى كده إيه ده حطه على ورق وتعال هاتولي تعال عشان تراجع نفسك تاني في الكلام اللي الواحد بيقوله. وبعدين كان يحب يستوثق من المعلومات من كذا مصدر ومصادر مختلفة عشان تتأكد عنده المعلومات، إنه ما كانش عصبي. يعني ما أنا ما أذكرش إنه مثلا شتم حد أو هان حد أو بتاع نهار، حتى ما بيكون في قمة الانفعال بيأنب حد وبأدب. وانا اذكر وقع كان عندنا احد الضباط، وبعدين كنا اظن في مشروع او مناوره، وبعت يجيب ولد من المرافقين سول اظن او عسكري، بعته يجيب حاجه للرئيس، فالولد تباطأ وتاخر، قام الضابط نرفز وراه بعيد قوي واتمطع وراح لا ده الولد ده قلم. الرئيس قاعد في اول صف سمع الصوت ده، سمع ده وسكت، واحنا راجعين استلمني انا، هي ظباطك بتضرب بالعساك، هي 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 الكلام ده كله. يعني انا يمكن كان يمكن يتنرفز معايا انا، انما يتنرفز مع حد تاني. وبعدين نزلنا في البيت قال لي هات لي الظابط، فجيه الظابط طبعا جاي هو فاكر انه هيشنقه وهيعمله، فطبعا قال له مش عيب، عيب تضرب عسكري، تضرب راجل كده في وسط الناس وكاري وماني وبتاع، وده مش عيب، تقبل انت ان حد يمد ايده عليك وبتاع. وقال انا هوقع عليك جزه بس انت اوعى تديله، قال له انت تدفع للولد ده من جيبك 10 جنيه دلوقتي. وقال اوعى تديها له. فطبعا يعني شوف اللباقه والادب. بالعكس جمال عبد الناصر كان لما بيكون في احتفالات الهيصه دي مثلا في الاستاد هنا، هنا في الاحتفالات الشعبيه والحاجات دي، طبعا هو عاده الرئيس يركب من هنا وتبص لا سيادتك الفوضى تحصل من هنا، فاذا كان في ضيوف ولا حاجه بيخلي حد من زملائه واعضاء مجلس الثوره او حد من الساده الوزراء شايفهم مسؤولين عن حاجه يقول يا فلان والله لو سمحت بس توقف عشان الضيوف، الضيوف اللي معانا دلوقتي مش هيعرفوا يركبوا فاعمل معروف عشان الناس تركب وبتاعه. كان هادي جدا، تملي يفكر، كان انسان بمعنى الكلمه، خصوصا مع الناس اللي بيشتغلوا معاه كان تملي يسالهم على حالات على حاجتهم ايه ده عاوز ايه وده عاوز ايه، وكان يقول لنا ادوهم كذا وادوهم كذا من اي حاجه. كان راجل طيب جدا وكان يحب قوي الشعب الغلبان يعني قوي يعني، يعمل صلاة. وكان رجل هادي جدا عميق التفكير، كان يحب الناس اللي هم بيشتغلوا معاه طالما انهم بيأدوا واجبهم الى على اكمل وجه. اللي ما كانش عندي يعني، بس كان في حاجه تانية لما يحط قرار لازم يعمله مهما كلف مهما كلفه. فكنا في اسكندريه وكنا تملي كل يوم ننزل الميه ونعوم الى جزيره اسمها جزيره غريش، تبعد حوالي 700 800 متر من الفيلا بتاعت الرئيس في المنتزه. فيوميها كان الموج عالي شويه، قلت يا فندم مفيش داعي ان احنا نقوم نركب الفلوكه ونروح على الجزيره، قال لا اعوم
ماذا أقول لك؟ فنزل، كان فعلا البحر عالي قوي، فقعدنا قمنا، فكان الأمواج بتحرفه كان ناحية بعيد عن الجزيرة شوية، أقول فندم خليك يمين شوية، وبعدين تعب، تعب حقيقي يعني. فقلت له يا فندم يعني ما قلتوش تعبت ولا حاجه، قلت له يا فندم احنا برضه نطلع احسن لان الموج بيحدفنا. قال لا. المهم قعدنا تعب جدا، وانا بقيت خايف عليه قوي يعني الحقيقه. والمركب برضه جنبينا مش عايز يركبها ابدا. لغايه ما وصلنا في بجهد جهيد، جهد جامد جدا، ان احنا وصلنا جزيره غريش. فطلعنا، اول ما طلع وقف قال لي بصوت كده يعني في تعب شوية، قال لي أنا قررت، حطيت قرار إن أنا أخش جزيرة عايم. فالحقيقة قلت سبحان الله ده طبعه فعلا يعني. قبل 67 كان أكثر هدوءا عما كان عليه بعد 67. بعد 67 كان عصبي يعني، أولا كان في مرض، وكان في الهزيمة النكسة ومشاكلها وتحدياتها. كل شيء محسوب يعني، مفيش تساهل يعني. ممكن لو في ناس مثلا عملوا عليه مؤامرات وعفى عنهم، اذا اعتبرت ده نوع من يبقى نوع من التساهل، لكن هو عفو اكثر منه تساهل. لا، شخصيته ما كانتش شخصية إنسان متساهل. كان منضبط. ما أقدرش أقول متساهل يعني متسيب أو قاسي، لا كان منضبط. وأول انضباط على نفسه. أول انضباط على نفسه. يعني أنا أذكر برضو مرة أحد أولاده، وطبعاً هو مشغوليات وبتاع، كان شافه مثلاً كل كم يوم كان خدش باله، فلاقى الولد مطول شعره، كان اياميها بيطولوا شعرهم كده مش عارف زي البيتلز، فمسكه كده وقال لي ابعت هات الحلاق دلوقتي حالا عشان يحلقه. هو كان منضبط اول حاجه على نفسه. كنا بنكون في رحله خارجيه، ماموريه خارجيه ولا بتاع، ما يقلعش هدومه الا لما يتاكد من الناس اللي معاه، سواء اعضاء مجلس الثوره او الوزراء، كل واحد نزل فين والمكان لايق بيه ولا لا. ومش احنا بس افراد الحراسه او الامن او السكرتاريه اتكومنا حواليه وتانيين ما حدش سائل فيهم، لا. انما كان منظبط في منظبط في مواعيده، منظبط في اكله، منظبط في شربه، لا يقبل على نفسه الخلط ما بين مهيته ومصاريفه وبين اي مصاريف تانية، لا. يعني كان يقول لك انا ومراتي والخمس اولاد والبنت مبروك، احنا من مهيدي وتحسبك اوعى تدخل مالين، لان كانوا بيدونا في المقر نظرا اللي فيه عدد كبير من السواقين، عدد كبير من السفرجيه والبراشين، وبعدين عندك النبطشيات، يعني في ثلاثه ضباط شرطه رئاسه نبطشيات على مدى ال 24 ساعه، ثلاثه ضباط من الحرس الجمهوري نبطشيات على مدى ال 24 ساعه. هو بقى جمال عبد الناصر من انسانيته يقول لك الناس دي تاكل زي الاكل اللي انا باكل منه، مش يجيبوا لهم اي اكل وتهتموا بالحكايه دي. فطبعا كانوا بيبعتوا لنا 500 جنيه في الشهر، مصاريف اسمها مصاريف المقر من الرئاسه. اوعى تخلط مالين من دول على فلوسي انا ومراتي واولادي وبتاع دول. يعني كان منضبط في كل حاجه، ما يحبش الاستهتار، ما يحبش الميوعه، ما يحبش كذب. أكتر حاجة تؤلمه الكذب، يعني الوقت اللي أخطأ والواحد اعترف بخطأه ممكن بيتساهل معاه، يقول لك بس مش عاوز الحكاية تتكرر. إنما الكذب لأ. كان متفائل؟ متفائل، آه. كان متفائل بس الظروف حطته في أوضاع تخليه يبقى مش ما بينامش ليل ونهار. ليه؟ المسؤولية الكبيرة اللي متحملها. يعني احنا كنا مثلا اما نطلع من قصر القبة بعد الاجتماعات او حاجة او هنا او اي حتة، ويلاقي مئات الاطفال قدام، يقول لك ده ولا 100 سد عالي هيقدر يواجه الافواه المفتوحة دي،
بس كان كل اهتمامه ان الناس دي كلها تتعلم وترعى صحيا. يعني قد ايه كان بيونس سعيد لما يشوف سواق يكلم سواق او عسكري او غطاس او واحد من دول، وهي عندك ولاد قد ايه وبتاعه بتعلمه ولا بتعلموش ولازم يتعلموا و و و الى اخره. يعني وحريص جدا، ويا سلام لو سمع ان حد من اولاد الناس البسطاء دول بيقول لي الطب في هندسه في الكليه، يبقى يقول لك لازم تشوف الكتب بتاعته تجيبها له، وكمان جيب له برضه كده يعني بدله ولا حاجه ولبس عشان ما يبقاش متاذي في وسط زملاء الطلبه، وتدي الراجل ابوه حاجه اذا كان الحاجات دي كلها. كان مهتم جدا بحكايه ان الناس تتعلم. عشان وانا اذكر ان اول حديث ده في حياته بعد الثوره صحفي كان اظن جورج بوشيه، كان راجل فرنساوي، اما بيقول له احنا لفينا في الريف وشفنا البلد وبتاع ودي عاوزه شغل كتير وهتتبني ازاي وهتجيبه منين؟ قال له ابنائها هيبنوها. قال له ازاي؟ قال له هيتعلموا، مستواهم هيتحسن، هم اللي هيبنوا هذه البلد. هل كان دقيقا؟ جدا جدا كان دقيقا جدا، لانه كان يحاسبنا في حاجات دقيقه للغايه يعني. دقه شديده، كان دقيق ومنظم جدا. كان بيتعبك احيانا من دقته؟ ويحفظ كل حاجه، يحفظ مكانها. وانا مره عملت غلطه كبيره لا تغتفر الحقيقه، ما انساهاش ابدا. كان هو مسافر موسكو في يناير سنه 70، وكان في دوسيه معين كاتب فيه كل الافكار اللي هنناقشها مع الروس، وقال لي حطي الدوسيه ده. فكان في كذا دوسيه زي بعض، واخطات ووضعت دوسيه غير الدوسيه ده. وبعدين انا ما عرفتش طبعا، ما حسيتش الا لما رجع. اول ما رجع بقى طلع قال لي بقى تنسي كده، بقى تنسي الدوسيه وانا اللي حاطط فيه مداوم فيه كل ملاحظاتي. طبعا انا اتخضيت. قال لي لكن على العموم انت عارفه انا ذاكرتي قويه، رجعت كتبت كل حاجه تاني، وما زعقنيش قوي يعني. وهو كان ذاكرته قويه فعلا؟ جدا. يفتكر الحاجه كويسه ويفتكر الاساءه ايضا؟ معرفش بقى الاساءه، لكن بيفتكر يعني كل شيء. سيداتي انساتي سادتي، نكمل معا في الحلقه القادمه باذن الله حياه القائد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مع اجمل المنى وارق تحياتي.